لتتمكن من اللغة الإنجليزية وتتقنها لازم تشاهد هذا الدرس. هذا الدرس حيساعدك تترجم أي جملة أنت عايزة تقولها باللغة الإنجليزية مهما كان مستواك. طبعاً كل هالشي بطريقة تدريبية، ما في أي حفظ. هيدا النوع من الدروس بيساعدك تتمرن لحتى تقول أي جملة أنت عايزة وتفهم شو عم تقول وتفهم شو عم تسمع باللغة الإنجليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة Master English، أتقن الإنجليزية. يلا خلينا نبدأ، Let's get started. رح نتعلم نقول جملة واحدة بأكثر من طريقة بأكثر من زمن لحتى نقدر نعبر عن أنفسنا ونفهم كيف شو معنات كل كلمة كل جملة وشو استعملت كل جملة كل زمن. إذا الجملة اللي رح نستعملها هو شي نعمله بحياتنا اليومية هي أنا أشاهد التلفاز. طيب شو معنات يشاهد باللغة الإنجليزية؟ يعني watch. الحمد لله لحسن الحظ watch هو regular verb ليس irregular verb، فعنا التصريفين الثاني والثالث مثل بعض اللي هن watched مع إيدي. إذن التصريف الثاني بنستعمله مع past simple زمن الماضي. التصريف الثالث خلوها براسكم هيدي بس معلومة، نستعمله مع perfect tenses الأزمنة التامة. وأكيد في عنا بعد تصريف بنستعمله مع continuous tenses اللي هو منزيد ing إلى آخر الفعل. يعني بكل بساطة هلأ شرحت لك كل الدرس من خلال مفتاح واحد، الـ continuous tenses منزيد على الـ watch ing، الـ perfect التصريف الثالث اللي هو نفسه التصريف الثاني في هذه الحالة منزيد ed، التصريف الثاني مثل التصريف الثالث. طيب يلا خلينا نبدأ، let's get started. طيب شو معنات أنا؟ طبعاً باللغة الإنجليزية دائماً نبدأ بـ subject الضمير إلا لو كان في عنا أمر، فلح نقول I معناتها أنا، watch يشاهد، television أو الاختصار هو TV. إذن فينا نقول TV، رح أكتب لك إياها أيضاً television. طيب أنا ما بعطيك فقط الجملة بل أيضاً بعطيك الكلمات المفتاحية اللي بتساعدك على تكوين الجمل وتفهم أي زمن لازم نستعمله بهذه الحالة. هذا الشيء أنا بعطيه غيري ما بيعطيه. إذا في عنا I watch TV، ليش نستعمل the present simple المضارع البسيط لحتى نتحدث عن شيء يتكرر يحدث بشكل عادي؟ يعني فينا نتحدث عن العادات، فينا أيضا نتحدث عن الحقائق. فهون I watch TV رح نستعملها كعادة every day كل يوم، in the evening مثلا يعني مساء كل يوم أو مساء كل يوم. I watch TV every day in the evening. لاحظين كيف عم نستعمل الكلمات المفتاحية I watch TV every day in the evening، أشاهد التلفاز كل مساء كل يوم. طيب سؤال كتير مهم، إذا في عنا الضمير he أو she أو it شو بيصير بالفعل؟ هل فينا نقول he watched TV، she watched TV، it للجماد وغير العاقل بس خلينا نستعمل هالجملة it watched TV؟ لا، فقط مع he she it سوف نقوم بزيادة s أو es، هنا es إلى آخر الفعل، فبيصير في عنا he watches أو she watches أو حتى it watches إذا مثلا عندك قطة بتخليها تشاهد التلفاز. طيب the present continuous مضارع مستمر، شو معنات مستمر؟ يعني يستمر الآن. فينا نقول إنه الآن في هذه اللحظة يستمر هذا الفعل، فينا نقول إنه يستمر على مدة أطول. مثلا إذا كنت عم تتعلم في الجامعة فهو يستمر مثلا 4 سنوات لحديت ما تتخرج وبتاخذ الشهادة، فبتقول فبتستعمل the present continuous. إذا قلت لك the present continuous أو the continuous tenses سوف نقوم بزيادة ing إلى آخر الفعل، فأنت تلقائيا صرت بتعرف كيف تقول هذه الجملة، كيف بنقولها. طبعا نبدأ بالضمير I، لازم يكون في عنا فعل مساعد. إذا
بالجمل المثبتة simple tenses لا يكون في عنا فعل مساعد، أما بالأزمنة الأخرى رح يكون دائما عنا فعل مساعد. شو هو الفعل المساعد مع continuous tenses؟ هو verb to be. طيب نحن عنا present continuous حاضر، يعني verb to be سوف نقوم بتصريفه بالحاضر. شو هو تصريف verb to be بالحاضر مع I am؟ إذا هنقول I am، طبعا شرحت أنا verb to be بشرح مفصل بدرس مفصل رح أترك لك إياه بتعليق أو بصندوق الوصف تحت الفيديو. إذا I am، طبعا he she it بنقول is مع you we they are. إذا I am ثم الفعل I am watch I am watching. صحيح، شايف كيف عم تصير سيد على الإنجليزية خطوة بخطوة إن شاء الله معي تتقنها. I am watching TV. طيب شو الكلمات اللي ممكن نستعملها مع زمن المضارع المستمر؟ فينا نقول right now في هذه اللحظة، right now. فينا أيضا نقول مثلا at the moment، at the moment أيضا معناتها في هذه اللحظة. right now يعني الآن، و at the moment في هذه اللحظة. I am watching TV right now أو at the moment، يعني مثلا إذا حدا قال لك أنت عم تشاهد التيفي اتصل بك وأنت رديت عليه وسألك ماذا تفعل، رح تقول له I am watching TV right now. ملاحظة كتير مهمة إنه ماذا تفعل، السؤال هو what are you doing، ماذا تفعل. طيب في سؤال آخر بلخبط متعلمين اللغة الإنجليزية، هيدا عم بعطيك إياه extra، وهو what do you do. what do you do نستعملها لنسأل عن العمل، وما بنستعمل the present continuous. مع what are you doing نستعمل the present continuous، أما مع what do you do نستعمل the present simple. نقول I am a doctor مثلا، أنا طبيب. I am an engineer، أنا مهندس. إذن what are you، ماذا تفعل الآن، what are you doing، أما what do you do يعني ما هو عملك. انتبه على هالنقطة كتير. عنا the present perfect. قبل ما أقول لك شو استعمال the present perfect، خلينا نصرف the present perfect. إذن قلت لك إنه لازم يكون في عنا فعل مساعد مع جميع الأزمنة بالجمل المثبتة، ما عدا the present simple وال past simple وال يعني future simple نستعمل وين. طيب شو هو الفعل المساعد مع the perfect tenses؟ الفعل المساعد هو have. طبعا have بالpresent التصريفات هو إما have أو has، have أو has بالماضي had. طب متى نستعمل have، متى نستعمل has؟ has مع he she it، جميع الضمائر الأخرى مع have، نستعملها مع have. إذن في عنا I، شو رح نستعمل؟ have. I have. وقلت لك شو تصريف watch مع الـ perfect tenses، شو هو؟ watched مع ed لأنه فعل regular، فعل عادي ليس irregular verb. I have watched TV، لقد شاهدت التلفاز. طيب شو الكيورد اللي ممكن نستعملها؟ فينا نستعمل مثلا today اليوم. لاحظوني كتير منيح هون بهاي الجملة عم نتحدث عن فعل حصل، لكن عم نستعمل كلمة مفتاحية today، لم ينتهي اليوم بعد. الكلمة المفتاحية التي نستعملها لم تنتهي بعد، يعني الزمن اللي بتدل عليه هاي الكلمة لم ينتهي بعد. today لم ينتهي اليوم، يعني شو بنفهم؟ انه مع الكلمات المفتاحية التي تدل على زمن لم ينتهي نستعمل the present perfect. هل هذا الاستعمال الوحيد لل present perfect؟ أكيد لا. أيضا نستعمل the present perfect لنتحدث عن أي شيء في الماضي، بدأ في الماضي وله علاقة إلى الآن. مثلا
إذا عم نعمل فعل وهذا الفعل بدأ في الماضي وما زلنا نفعل هذا الفعل ونستعمل since و for هذه الكلمات المفتاحية اللي كتير نستعملها مع present perfect أيضا نستعمل present perfect. يعني إذا حابب شاهد دروسي اللي على هذا النمط وبتعرف أكثر استعمال present perfect وأيضا عندي درس بالتفصيل عن الفرق بين present perfect والpast simple. طيب past simple الماضي البسيط. قلت لكم ان البسيط الأزمنة البسيطة مع على future simple نستعمل ما بنستعمل auxiliary verb ما بنستعمل helping verb او فعل مساعد auxiliary او helping verb نفس المعنى. طيب هنبدأ لكن I هنستعمل التصريف الثاني watched I watched طبعا عندي دروس هي جمل تستعمل فعل irregular I watched TV. طيب هون كيف فيني فرق بين present perfect و past simple؟ فينا نستعمل كلمة مفتاحية تدل على زمن انتهى مثلا yesterday البارحة أو last week الأسبوع الماضي مثلا yesterday البارحة انتهى البارحة. I watched TV yesterday لا نقول I have watched TV yesterday خطأ شائع وهنا لا نقول I watched TV today I have watched TV today. انصحك تشاهد الفرق بين present perfect و past simple درس رائع درس مميز درس بالتفصيل بفهمك الفرق بين الزمنين. طيب ال past continuous هذه انت بدك تحلها ولح اعطيك شيء بيساعدك. قلت لك انه مع continuous tenses بدنا نستعمل فعل مساعد فعل يكون وفعل يكون تصريفاته اما was او were بالماضي بالpast مع I سنستعمل was. فانت سيد على الانجليزية رح تكتب لي الجملة I watch TV بالpast continuous بتعليق تحت الفيديو. طيب بالpast perfect بكل بساطة مثل هاي الجملة لكن بدل من have سنستعمل had فحيصير في عنا I had watched TV. طيب ليش نستعمل past perfect؟ شو معناتها؟ past perfect عادة نستعملها لما يكون في عنا فعلين حدثين حدث اثنينتهم بالماضي حدث حصل قبل الآخر مثلا I had watched TV كتير نستعمل before و after before you called كتير نستعمل before و after مع ال past perfect I had watched TV before you called يعني شاهدت التلفاز قبل أن تتصل بي أو كنت قد شاهدت التلفاز قبل أن تتصل بي. هذا هو استعمال past perfect. طبعا بالإنجليزية بنستعمل present perfect أكثر من past perfect بس طبيعي يمر معك past perfect وضروري تعرفه لأنه من الأزمنة الشائعة حدثين حدث حصل قبل الآخر هذا الحدث اللي حصل قبل الآخر سنستعمله لح نصرفه بالpast perfect. آخر زمننا اليوم هو future simple زمن المستقبل البسيط. نعم بسيط لكن في عنا فعل مساعد وهو will هو model auxiliary verb يعني هو نوع من الأفعال المساعدة will نستعملها دائما مع future tenses مع أزمنة المستقبل. طيب رح نبدأ الجملة مثل ما تعودنا بالضمير I ثم الفعل المساعد will بعدين تصريف الفعل يعني تصريف المصدر من دون أي زيادات I will watch TV. طيب فينا نستعمل مثلا this evening هذا المساء شو نفهم لما نستعمل this evening مع the future simple إنه بعد ما صار المساء لم يصبح المساء بعد this evening يعني بالمستقبل سيصبح المساء وسنشاهد التلفاز I will watch TV this evening. يعني شو بنتعلم اليوم إنه دائما في عنا لنقول أي جملة في عنا subject
اللي ممكن يكون ضمير، هنا استعملنا الضمير I، أو ممكن يكون اسم، نور، سامي، هادي، هاني، فؤاد، شو ما بدك. subject، بعدين في عنا فعل مساعد helping verb. شو يعني helping verb؟ فعل مساعد أو auxiliary verb، ما عدا بالجمل المثبتة لل present simple وال past simple ما بنحط helping verb. the helping verb مع الأزمنة التامة هو have، أكيد بنصرفه. مع الأزمنة المستمرة هو verb to be. طبعا مع جمل المنفية والأسئلة للpresent simple والpast simple منزيد فعل مساعد هو do، وأكيد نقوم بتصريفه. إن شاء الله هناك دروس في المستقبل نستعمل جمل منفية وأسئلة، فتأكد إنك تعمل سبسكرايب اشتراك وتفعل زر الجرس حتى ما يروح عليك هيدا الدرس المهم. طيب في عنا أيضا الفعل الرئيسي. شو هو الفعل الرئيسي هنا؟ watch main verb. طيب بعدين إذا في عنا مفعول به الـ object، ممكن يكون ما يكون في عنا object بالجملة، هنا TV التلفاز هو الـ object، بعدين باقي الجملة مثلا before you call this evening شو ما بدك، at home في المنزل. فهذا كان درسنا، معلومات غنية ومفيدة، ما بكلفك شيء غير لايك، تكبس على زر لايك، وأكيد بعرفك إنك أنت بتحب الخير، فعمول شير، شارك الغير ليعم الخير. شكرا كتير لإلكن. وقبل ما انهي الدرس عطيتكن إديم أو إيموجيز بهذاك الدرس، وقلت لك اكتب لي الإديم اللي فينا نستوحيه من هول الإيموجيز، وهول هن الإيموجيز. الإديم اللي فينا نستوحيه هو don't play with fire، نحن عنا إياه بالعربي ما تلعب بالنار، لا تلعب بالنار. شو معناتها؟ يعني ما تحط نفسك بموقف خطير. يعني إذا في بدنا ننبه رفيقنا، رفيقنا بده يعمل شيء نحن حاسين إنه هو خطير، قد يعرض حياته للخطر، قد يعرض وظيفته للخطر، أي شيء، بنقول له ما تلعب بالنار، don't play with fire. يلا تعلم المزيد معي، بنصحك بهذا الدرس، هيدا أحدث درس لإلي، واضغط تأكد إنك تكون عم تعمل سبسكرايب ليوصلك الدروس المفيدة اللي عن جد حتساعدك تتعلم اللغة الإنجليزية هيدي السنة. ما عليك غير المثابرة، فعل زر الجرس، وبشوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل. السلام عليكم.